أول تجربة مصرية في التاريخ المصري من أيام الفرعون الأول رحمة الله عليه، إن جاي شباب نازلين أيديهم فاضية مفيش في إيدهم طوبة، بيقابلوا بقوات مدججة بكل أنواع الأسلحة اللي سموها مكافحة الشغب. دي مكافحة الإنسانية والوجود البشري في العالم. بيقابلوا ناس قاتلة وعملوا شيء رهيب، انهم يقفوا للحاكم المصري ويطالبوه في وجهه بالرحيل والتخلي عن الحكم. فهذه ثورة عبقرية. انما والنبي ما تقرصيش قوي على عبد الحكيم انه ليه ما يرشحش نفسه. انا هقول لحضرتك حاجة، لا انا بقول له المطالبات دي بس هو موافق عليها ولا لا. الحاجة تحية والدته يعني انا هقول لحضرتك اسمعيني بس. مع حضرتك دلوقتي اخوك كبير ربنا يشفيه، المهندس الاكبر بقى صاحبي الاولاني خالد جمال عبد الناصر، القيت عليه تهمة تنظيم ثورة مصر، شاركة في قتل الكلاب الصهاينة اللي في القاهرة دول وبتاع، مع راجل شهيد مصري جميل رحمة الله عليه محمود نور الدين الله يرحمه، اللي قتل داخل السجن الحربي بعد ما المحكمة العسكرية العظيمة برأت خالد جمال عبد الناصر بهذه التهمة، ولو انها مش تهمة بصراحة يعني ده شيء يشرف اي مصري وطني غيور حقيقي ما فعله محمود نور الدين السيد. وبعد ما حكم بالسجن وودع في السجن الحربي قتل كما اكدت زوجته واخواته وقرايبه داخل السجن الحربي في يد امتدت اليه بالقتل. والصهاينة طبعا هم المتهمين الاول في هذا. فاعتقد ان كان بالنسبه لوالدته صعب بعد كده ان حد منهم يفكر في انه يتعرض للسياسه ومشاكل السياسه والبتاع والحاجات دي. حضرتك شايفها صعبه يعني نفسيا حتى عليه ان هو يعني يدخل؟ لا، ما هو ده رد على السؤال الاول اللي حضرتك طرحتيه بتاع هو كان فين قبل 25 يناير. لا لا لا، هو ابدى رايه في كل وقت، وزي ما قال انه وبعد حرب 73 مباشرة بدأت حملة هجوم منظم على جمال عبد الناصر لغاية سقوط هذا الطاغوت الأخير. حوالي 40 عام في محاولة لتدمير سمعته، ما لقوش شيء يعرفوا يدمروه فيه، لأن الراجل كان عامل زي النساك، عامل زي المسلمين في العصر الأولي. عبد الناصر يوم ما مات رحمة الله عليه وهو راجع من المطار بوزع أمير الكويت بعد نهاية مؤتمر القمة العربي لإنقاذ الفلسطينيين من المذبحة اللي تعرضوا لها في الأردن، طيب. كان في جيبه 14 جنيه، رئيس جمهورية مصر العربية، يعني مش عارف هو مش هضغط عليه مش هضغط عليه. أنا بشكر حضرتك جدا الفنان الكبير الأستاذ صلاح السعداني، شكرا لحضرتك، مش هضغط على حضرتك طبعا، خلاص دي توصية خاصة. أشكرك فعلا مرة تانية، شكرا لحضرتك، استضفتي عبد الحكيم جمال عبد الناصر. شكرا لحضرتك يا استاذ صلاح، شكرا ليك، نورتنا. عايز ارجع لحضرتك استاذ عبد الحكيم باشمهندس، الاحزاب اللي صارت على مبادئ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهي يعني في عدد من الاحزاب موجودين دلوقتي في مصر، حضرتك شايف مسيرتها ازاي؟ بتقيم تجربتها ازاي؟ انا معلش، انا اصلي الاحزاب دلوقتي بقسمهم قسمين، في الاحزاب اللي بشوفها اللي كانت موجوده قبل 25 يناير. اتفضل يا فندم. الأحزاب اللي كانت موجودة قبل 25 يناير دي يعني أنا كنت بشايف إنها دي مشتركة في جريمة بتاعت الحزب الوطني كلها. اللي هي بتاعت الديكور الديمقراطي ده اللي موجودين وهم يعني مش موجودين. طبعًا بعد الأحزاب اللي هي طالعة بعد 25 يناير. طبعًا في أحزاب كتير، الحزب اللي بقى طالع بيمثل الاهداف اللي احنا بنؤمن بيها هي ايه يعني؟ هي بيدعو بالعداله الاجتماعيه، بيدعو للمساواه، بيدعو للمواطنه، يعني ان احنا مصريين، مفيش حاجه اسمها عنصريين الامه دي، انا بختلف قصه العنصريه الامه دي، احنا مصريين، كون بقى ان واحد مسلم واحد مسيحي، لا احنا واحد. يعني ما فيش طبعا حياتك مع انه ما يكونش في احزاب على اساس ديني، ودي طبعا الدستور كمان حتى نفاها خلاص. يعني انا اي ودي يعني لو في احزاب ده طبعا هتبقى الواحد يعني لو جت فرصه حقيقة
يعني افهم كده ان حضرتك الاحزاب اليساريه او الاحزاب اللي بتطلق على نفسها ان هي ناصريه فيما قبل الثوره اللي فهمه من كلام حضرتك ان هي مجرد لتجميل الصوره. انا مختلف معاها. مختلف معاها. فكرت ما بعد بقى، طالما حضرتك بتقول انه 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 ما بعد 25 يناير ده محى سنوات من الـ المراره او الانسحاب حتى من العمل السياسي، فكرت بعد 25 يناير حضرتك يكون لك بقى دور فعال اكتر في العمل السياسي، تاسس حزب، تنضم لاي حزب من الاحزاب الجديده اللي هتتكون؟ يعني انا بقول لحضرتك انا اي مش مساله، انا اي حاجه هلاقي نفسي ان انا هاضيف فيها ها مش هتاخر. يعني اقول لك حاجه مثلا، مثال امبارح ابتديت اتصل بيا الاخ جورج اسحاق وبيقولوا ان في بكره، كان قال لي امبارح، قال لي احنا في وفد طالع اوغندا علشان موضوع ازمه الميه، وهناك عرفنا هيرحبوا جدا لو ابن عبد الناصر معانا. قلت لهم قوي بكره انا جاهز معاكم، وهتطلع معاهم فعلا، هطلع معاهم بكره. هايل. يعني اي حاجه ان انا النهارده الاقي فيها ان انا هبقى بؤدي شيء بيمثل اضافه لهذا الوطن لن اتاخر لحظه. عايز اعرف شعور حياتك بيكون ايه، انا عارفه الوقت بيجري مننا للاسف، بس انا عايزه الكلام سريعا كده اعرف موقف حياتك من عدد من الاشياء. المصانع اللي اتبنت في عهد عبد الناصر، احساس حياتك كان بيبقى ايه لما بتتباع هذه المصانع؟ كان سيء جدا، يعني اللي حاسه كده انها يا ريت اصلها اتباعت لناس غرب وخدوها كلها علشان يفككوها ويبيعوها عقارات، يعني كانت عمليه والعمال يعني اللي اتشردوا، يعني كانت انا مره مريت بتجربه مره بطبيعه عملي، كنت في شركه تجاريه للاخشاب وكان قبل كان لسه قالوا هيبيعوها، يعني كان خلاص بقى ابتدت اجراءات بيع، فالعمال بقى لقيتهم جم عارفين ابن عبد الناصر، قال لي شفت عملوا ايه وكذا، قالوا لي احنا ان شاء الله خليهم لما يبيعوها بعد كده هنيجي تاني نأممها وناخدها تاني. فضحكت. طيب انا للاسف ما بقاش معايا وقت، ولكن اخيرا قبل ما اختم مع حضرتك عايز اعرف، بما انه الى الان مش ناوي انك ترشح نفسك فيجوز بقى، ما انتش في محل منافسه، يجوز ان انا اعرف من حضرتك رايك في الاسماء المطروحه حتى الان لرئاسه الجمهوريه. عندنا محمد البرادعي، عندنا عمرو موسى مع حفظ الالقاب للجميع، مستشار هشام البسطويسي، حمدين صباحي، وفي عدد من الاسماء ايضا مطروحه، يعني الان مش هقدر اذكر كل الاسماء. في اي اسم حياتك ممكن انك تدي له صوتك؟ يعني في دول ممكن هدي صوتي لحمدين صباحي. في دول؟ تمام. رغم ان هو كان مؤسس حزب الكرامه، حضرتك قلت ان الاحزاب قبل 25 يناير كانت سوريه تحت التاسيس، ما خدش موافقه. يبقى اذا ما دام ما خدش موافقه يبقى هو ما كانش متفق، يعني ما كانش من الاحزاب السوريه. انا بشكر حضرتك جدا على هذا الحوار، والوقت وحضرتك عدى بسرعه. شكرا ليك. شكرا لحضرتك يا فندم. حياتنا كده، وان شاء الله يعني برضه هرجع اقول تاني للجماعه بتوع 25 يناير دول اللي كل مره بخدم بقول لهم ينصر دينكم. تمام، احسن ختام. انا بشكرك جدا مهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، ليس لديه نيه في الترشح، ولكن بالتاكيد له نيه ان هو يخدم مصر في اي مجال هو شايف ان هو هيقدر يقدم فيه حاجه لبلده. دلوقتي هنروح لفاصل اعلاني، وبعد الفاصل خليك في احسن حالاتك، استنونا.